رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما. مسألة اختصار الحديث أن يقطع الحديث إلى أجزاء فيذكر جزءا منه في موضع وجزءا آخر في موضع وجزءا ثالثا في موضع آخر، وأكثر من يفعل هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فيقطع الحديث لحاجة أو لفقه يستنبطه من هذا الحديث أو من هذا الجزء الذي ذكره، فهو ليس في حاجة في هذا الموضع إلى ذكر باقي الحديث، فيقتصر على ذكر جزء منه الذي فيه الفائدة التي يريدها هو والتي يبوب عليها الباب. فمسألة اختصار الحديث فيها مذاهب: المنع مطلقا، أو الجواز مطلقا، أو المذهب الثالث الجواز، أو إن لم يكن رواه على التمام مرة أخرى، يعني إذا كان هيرويه على التمام مرة أخرى فيجوز، أما إذا كان هيقتصر على هذا الجزء من الحديث ولا يذكره مرة أخرى بتمامه فقالوا بمنع هذا. المذهب الرابع اللي ذكره المصنف هنا جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما. طيب، المنع، الذين قالوا بالمنع حجتهم أنه ربما كان في ضم الحديث فائدة لا يدركها البعض ويدركها البعض الآخر، فإذا اقتصر على ذكر جزء من الحديث فقط فاتت الفائدة بجمع الأجزاء الحديث مع بعضها البعض. واضح الكلام ولا في إشكال؟ واضح؟ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما تعلق له بما يبقيه منه. هنا بقى يدلل على ليه إن العالم هو الذي يستطيع فقط أن يختصر الحديث، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. يعني لو هنقسم الحديث جزئين إلى عبارتين مثلا، فإذا كانت العبارتان ليس لهما تعلق ببعضهما البعض، وهذا لا يفهمه إلا إيه؟ إلا العالم، فهو في هذا الوقت سيقتصر على هذا الجزء فقط. ليه؟ لأن الجزء الباقي ليس له تعلق بالجزء الأول، وهذا لا يدركه إلا العالم. طيب، غير العالم هيعمل إيه؟ ممكن يجي يقسم الحديث ويكون الجزء الثاني له تعلق بالجزء الأول وهو لا يدري، فيختصر الحديث فيضيع فائدته المرجوة منه، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان.
حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. يعني إذا كان المذكور والمحذوف كل منهما بمثابة حديث مستقل جاز حينئذ اختصار الحديث، وهذا لا يدركه إلا العالم، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، يعني الجزء الذي ذكره يكون فيه إشارة إلى الجزء المحذوف، بخلاف الجهل فإنه قد ينقص ما لا تعلق ما له تعلق كترك الاستثناء. يعني الجاهل هيعمل ايه في حديث فيه استثناء؟ هيذكر اول الحديث وهيترك الاستثناء، والاستثناء ده مهم. مثل ايه؟ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب والورق بالورق الا هاء وهاء، او في روايه الا سواء بسواء. فهو لو ذكر أول الحديث ولم يذكر الاستثناء، يعني اقتصر على قوله لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق وسكت وبيختصر الحديث، فكده هذا هيؤدي إلى إيه؟ إلى أنه هيغفل أو يترك الاستثناء، والاستثناء ده مهم لأنه هيترتب عليه حكم، فلو تركه ما علمنا هذا الحكم. كترك الاستثناء. ومثلا من الحاجات برضو الإضافية أنه هيترك مثلا الغاية، كترك الاستثناء وكترك الغاية، دي برضو إيه؟ اكتبوها عندكم. ترك الغاية زي إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فكذلك هو لو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وسكت، يبقى محدش هيبيع حاجة، كل واحد هيزرع زرعه ويأكله هو، يأكله هو لا يبيعه. ليه؟ عشان قال نهى عن بيع الثمر. فالغاية قال لك حتى يبدو صلاحها، يعني حتى تطيب الثمرة على الشجرة، فحينئذ يجوز بيعه. فالجاهل مش هيقدر يفرق ما بين الاستثناء والغاية وهكذا، وبالتالي سيضيع الحكم. أما العالم فإنه يدرك هذه الأشياء ويستطيع أن يفرق زي ما قال الحافظ ما له تعلق بما يبقيه منه أم لا. طيب، يبقى صنيع الإمام البخاري وغيره زي الإمام مالك والإمام أبو داود والنسائي لما بيقطعوا الحديث ويختصروه يبقى ده إيه؟ جائز. ليه؟ لأن اللي بيفعله إمام من الأئمة، دي حاجة. الحاجة التانية إن الإمام البخاري لما يختصر الحديث بيذكر جزء منه في موضع ويذكره بتمامه في موضع آخر، أو يذكر باقي الحديث في موضع آخر، يبقى هو إذن ذكر الحديث بتمامه ولم ينقص منه شيئا ولم تضع الفائدة من الحديث. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، يعني أن تروي الحديث بمعناه، تأتي بألفاظ غير ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها تحمل نفس المعنى، فالأكثر على الجواز، ومنهم الأئمة الأربعة وأكثر السلف، والأكثر على الجواز أيضا. ومن أقوى حججهم
الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، يعني واحد مش عربي فعايز أنقل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف العربية، فكيف أنقله له؟ سأنقله له بلغته هو حتى يفهم وحتى يدرك. فإذا كان ذلك جائزا فمن باب أولى أن أنقل لمن لا يفهم الحديث بلغة أخرى أو بمعنى آخر، لاعتبارات متعددة، منها أني مثلا قد أنسى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله ولكن المعنى في ذهني، فحينئذ آتي بمعنى أو بلفظ آخر يحتمل نفس المعنى. أنا لا أتذكر اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أعرف المعنى، فآتي بلفظ آخر له نفس المعنى. طيب، احتمال آخر، أنا أحفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي أمامي قد لا يفهم معنى هذا اللفظ، هذا لفظ صعب عليه شوي، فلا بأس أن أنقل له الحديث وآتي إلى اللفظة التي تصعب عليه وأستبدلها بلفظة أخرى لها نفس المعنى ولكنها أسهل. واضح؟ ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. زي ما كنت هقوله بلغة أخرى، يبقى أنا لما هقوله باللغة العربية أولى. ليه؟ هو غاية ما أفعله إن هستبدل لفظ بلفظ، لكن لما أشرح هذا الحديث أو أنقله لواحد غير عربي أنا لن أذكر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، بل أنقلها بلغته، سواء بقى بالإنجليزية، بالمالوية، بالفرنسية، وهكذا. فأنا في هذه الحالة لن أذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بل سأذكر ما يفيد المعنى بلغته هو. طيب، يبقى الأكثرون على جواز رواية الحديث بالمعنى. في ناس منعوا أيضا من رواية الحديث بالمعنى، قالوا أن هذا لا يجوز، زي ما نسأل جائز نسأل إيه، هذا غير جائز. طب ليه غير جائز؟ قالوا لأن الإنسان مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والبيان لا ينهض إلى أن يأتي بألفاظ التي أو بالألفاظ التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم وأوتي من الفصاحة والبلاغة ما لم يؤت أحد من العالمين. فمهما أنا حاولت أنقل المعنى ده لن أستطيع، حتى وإن كنت بلغت من الفصاحة والبلاغة مبلغا، فعلى أي حال أنا لن أصل إلى مستوى النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة ونحو ذلك، فهو قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وشيء آخر قالوا إيه؟ إنه لما أنا حروي الحديث بالمعنى حيفوتني التبرك بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها يتبرك بها وهي نور، فإذا أتيت بلفظ آخر فيكون بذلك قد فاته التبرك بألفاظ صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم. واللي روي عنهم المنع من ذلك من رواية الحديث بالمعنى ابن عمر رضي الله عنه وابن سيرين وغيره، استدلوا به قالوا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فاعتبروا أن الإتيان بلفظ غير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعد من باب الكذب على النبي. وقوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، فربما الذي أنقل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه يكون أوعى وأفهم وأدرك للفظ مني، فإذا نقلت له لفظا آخر فاتت إيه الفائدة هنا. وقيل إنما يجوز أو تجوز في المفردات دون المركبات، يعني يجوز الرواية بالمعنى في لفظ ولا يجوز في الجملة، لا يجوز في الجملة اللي هي المركبة، مركبة من فعل وفاعل ومفعول وظرف أو جر ومجرور ونحو ذلك، هذا لا يجوز. لكن لفظة مكان لفظة أو لفظة بمعنى لفظة فهذا جائز. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني هو عارف اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو يتصرف فيه بحسب المعنى الذي يستطيع أن يوصله لمن أمامه. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، وهو نسي اللفظ هيعمل إيه؟ يسكت، وهو عارف المعنى، عارف المعنى جيدا ولكنه نسي اللفظ الدقيق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يجوز له أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم حتى لا يفوت الحكم. وإذا كان ناسيا وسكت بعد كده ما فيش فائدة من ذكر الحديث، هو أصلا ناسي. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، يعني إما جائز أو غير جائز، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، ده إجماعا، يعني لا شك، لم يقل أحد من الأئمة بغير ذلك، أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، يعني لم يقل أحد أن إيراد الحديث بمعناه أولى من إيراده بألفاظه، لم يقل بذلك أحد من المسلمين. طيب يبقى معنى الكلام ده كله إيه؟ استخلص منه إيه؟ أنه ينبغي لطالب العلم أن يتمكن من اللغة العربية، ينبغي لطالب العلم
أن يتمكن من اللغة العربية. ليه؟ لأنه يستطيع بها أن يدرك معاني الألفاظ وأن يدرك ما تحتمله الألفاظ، وبدون اللغة العربية لا يستطيع فهم النص، سواء النص القرآني أو النص النبوي. فالأصمعي هذا من أئمة اللغة يقول: أخوف ما أخاف على طالب العلم العالي من النحو، يعني لا يدرك ولا يفهم النحو، دخوله في قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمصطفى صلى الله عليه وسلم محفوظ من اللحن، فمن روى عنه ولحن فقد كذب عليه. واللاحن يحمله لحنه على أن يدخل فيه ما ليس منه ويخرج منه ما هو منه، يعني يعكس الأمور، يعكس الأمور تماما. ومن فعل هذا واقترأ على هذا يوشك أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يخلصه من شيئين. يعني طالب الحديث يجب عليه أن يتعلم من اللغة ما يجعله يخلص من شيئين، هما اللحن والتحريف. طبعا اللحن منه إيه؟ ما هو جلي ومنه ما هو خفي. الجلي زي إيه؟ إنك ترفع المفعول وتنصب الفاعل وتنصب المجرور، زي المثال اللي ذكرناه في المرة الفائتة، الرجل اللي سيدنا عمر شافه بيقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله. هو بس شال الضمة من فوق، من فوق اللام، وحط تحتها كسر، غيرت المعنى تماما. تفيد هنا أن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول، ولكن إن الله بريء من المشركين ورسوله تفيد أن الله ورسوله بريئان من المشركين. يبقى أنك تغير في الجر أو النصب أو الرفع، هذا من باب اللحن، أو تغير في المبني، شيء مبني على السكون تجعله أنت مبني على الفتح، شيء لفظ مبني على الفتح تجعله أنت مبني على السكون، هذا من باب إيه؟ اللحن أيضا. يبقى ده خطأ يعرض اللفظ لإيه؟ الاختلال في المعنى. ماشي، خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى، ده اللحن. طيب لو قرأنا كتب الحديث بعضها لا مشكك، فطالب الحديث عندما قرأ الكتب قد يقرأ وهو صحيح، إلا أن اللغة يتحمل مثلا لغات كثيرة، لا تاني مرة أخرى. حينما قرأ الكتب الحديثية معظم الكتب لم تشكل، الضمة والفتح وهكذا. يعني معظم الكتب مشكلة؟ بعضها قليل جدا الذي
يعني مثلا الكتب الست كلها مشكل، مسند الإمام أحمد مشكل. الذي شكله هو من؟ الذي شكل هو من حيث الرواية ولا المحقق نفسه؟ لا، المحقق، المحقق هو اللي شكل. وكثير من تشكيل المحقق يكون بناء على الرواية. وبناء أيضا على أقوال أهل اللغة. فكثير من الأحاديث زي ما هنشوف بعد كده ذكرها مثلا أئمة للغة ويضبط هنا الحديث على حسب السماع ولا على حسب اللغة؟ لا، على حسب اللغة. لا، لا لا، ليس السماع، هو أهل اللغة هؤلاء لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، أو لم يسمعوا صحابته. هذا يتم في حالة واحدة، أن يكون هناك اتصال في السند إلى يومنا هذا. والرواية بالسند يعني احنا يعني آخر من نعلمه روى بالسند هو الحافظ أحمد بن الصديق الغماري، ده هذا في الستينات، توفي في الستينات، كان يعقد مجلسا في مسجد الإمام الحسين ومسجدا ومجلسا آخر في جامع الكخية، ويحدث بأحاديث مسلسلة من حفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها عن شيخه عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر يعني من سمعناه يحدثون حديثا متصلا بالسند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذا روى حديث بهذه الكيفية فإنه يرويه مضبوطا على حسب السماع، لأنه سمعه من شيخه هكذا. أما الآن فلا، المحقق ينظر في كتب اللغة كيف ضبط أهل اللغة هذا الحديث ويضبطه على حسب قوله. واضح؟ نعم. لأن هناك احتمال أن الرسول يعني تلفظ بكلمة باللغة والمحقق يعني شكل الكلمة بلغة أخرى. يبقى هو في الحالة دي أخطأ، المحقق أخطأ. المحقق هنا أخطأ، فيجب بقى أنك تراجع هذا الكلام. على سبيل المثال كلمة الأم، يعني من حيث اللغة يجوز أن نقول أم وإم وكلاهما صحيحان من حيث اللغة. نعم. فحينما قرأنا الحديث مثلا ولم يشكل كلمة الأم، هل إذا يعني ماذا الذي لابد أن نصنع؟ نقول أم ولا إم ولم نسمع من شيخ مثلا؟ هو إذا قلت أم أو إم لم يترتب عليها تغير في المعنى. احنا بنتكلم على الألفاظ التي تؤدي إلى تغيير المعنى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب احنا هنا سواء قرأناها كده او كده هي المعنى واحد، احنا بنتكلم على حاجة تغير المعنى تماما، زي ان الله بريء من المشركين ورسوله، دي غيرت المعنى تماما. لكن كون ان انا اقول ام او ام هي المعنى واحد، هو اختلاف في لهجات العرب، لهجات القبائل في العرب، واحد بيقول ام واحد بيقول ام، واحد بيقول بيوت واحد بيقول بيوت، والمعنى واحد سواء قلت كده او قلت كده مش هتختلف. واضح؟ يبقى ايه، احنا قلنا اللح هو ايه، خطأ يعرض للفظ ويخل بالمعنى. طب التحريف،
او الخفي، اللحن الخفي بقى خطأ يعرض لللفظ ولا يخل بالمعنى. زي ايه؟ زي تكرار الراء مثلا، اقول من ربه مش من ربه، اقول من ربه، كررت الراء، فهذا لحن خفي يعرض لللفظ ولكن لا يخل بالمعنى. طبعا التحريف بقى اللي هو انه يحذف لفظ او حرف او شيء من هذا القبيل، واحنا ذكرناه في الصفحه الايه الماضيه، اللي هو التحريف، تغيير الحروف، تغيير حرف او حروف مع بقاء صوره الخط في السياق ونحو ذلك، يبقى ده ايه؟ واذا كان ده المصحف، وان كان بالنسبه الى الشكل فهو المحرف، وتكلمنا عن هذا. فابن الصلاح بيقول ان طالب العلم يجب عليه انه يتعلم من اللغه ما يخرجه من اللحن والتحريف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الروايه بالمعنى، يعني ينبغي ان احنا نقطع هذا الامر ونقول بالمنع مطلقا، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن انه يحسن. يعني ايه لا يحسن؟ ممن يظن نفسه او يظن الناس به انه يحسن وهو في الواقع لا يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، وبرضه ذكرنا أمثلة في المحاضرة السابقة زي ابن أبي شيبة في التفسير، يقول إيه جعل إيه السفينة في رجل أخيه ونحو ذلك، هذا تحريف ولحن. فإن خفي والله الموفق، فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، يعني إن كان اللفظ النبوي هذا لفظ لا يتكرر كثيرا ومعناه فيه شيء من الغموض، يبقى في هذه الحالة نرجع إلى إيه؟ الكتب التي صنفت في شرح الكلمات الغريبة في الحديث النبوي. طبعا تفسير الغريب، تفسير الألفاظ الغريبة في الكلام النبوي صلى الله عليه وسلم على قائله أفضل الصلاة والسلام، هذا من الأمور المهمة ومن الأمور الصعبة والتي ينبغي لمن دخل فيها أو تصدر لها أن يكون على تقوى من الله عز وجل، لأنه يتكلم عن حديث سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقول فيه بالظن، يعني لا تقدم على تفسير لفظ من ألفاظ الحديث النبوي إلا إذا كنت متأكدا من معناه، فلا تقول أظن أن المعنى كذا، هذا لا يجوز. ولما سئل الإمام أحمد عن معنى حرف، الإمام أحمد يعني كان واسع الرواية، فواحد بيسألوه أو ناس بيسألوه عن معنى كلمة، فقال: سألوا أهل الغريب، فإني أكره أن أتكلم في الحديث بالظن. يعني اسألوا الناس اللي عندهم علم بالألفاظ الغريبة للحديث النبوي، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن، ان انا اجتهد واقول اه اظن ان المعنى كذا. ده مين؟ ده الامام احمد، الامام احمد
أحد الأئمة الأربعة. طيب ده الإمام أحمد. طب الأصمعي، أصمعي ده بقى يعني إيه؟ يعني عالم في اللغة، عالم كبير يعني مش أي حاجة. فسئل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، دي معنى ثقبه يعني، فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن إيه الثقب هو اللزيق، يعني إيه المجاور، المجاور إلى حد الإيه الملاصقة. فشوف يعني تحري الإمام الأصمعي وهو من علماء اللغة ألا يتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، حتى يقول أنا لا أفسر الحديث، ولكن العرب بتقول إن الثقب هو اللزيق، يعني إيه الجار أحق بثقبه، يعني زي ما قال شراح الحديث أحق، زي ما قال الحنفية مثلا أنه أحق بالشفعة. طبعا الشافعية ما عجبهمش الكلام ده، قالوا ده معناه أحق بالقرب والمودة ونحو ذلك، الجار أحق بثقبه، وتروى بثقبه بالصاد. فالخليل بن أحمد بيقول إيه أي لفظ في اللغة العربية أتت السين أو الصاد قبل القاف جاز إبدال إحداهما بالأخرى أو أحدهما بالأخرى، دي قاعدة اكتبوها دي. أي لفظ في اللغة العربية أتت فيه السين أو الصاد قبل القاف يجوز إبدال إحداهما بالأخرى، يعني مثل كلمة إيه ثقبه دي، السين أتت قبل الإيه قبل القاف، فيجوز أن أقول ثقبه ويجوز أن أقول ثقبه، ماشي؟ زي مثلا إيه سقرته الشمس، فيجوز أن أقول سقرته الشمس، يعني غيرت لون جلده، لوحته، زي عندنا كده في اللغة العامية المصرية يقول لك الشمس لوحته، يعني إيه غيرت جلده، لوحته الشمس، سقرته أو سقرته، ودي قاعدة إيه مهمة. طبعا الحافظ لما كان بيتكلم عن الرواية جواز الرواية بالمعنى من عدمه احتاج بقى إلى أن يتكلم عن الكتب التي تشرح غريب الألفاظ، غريب الألفاظ في الحديث النبوي. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، نجيب بقى كتب الغريب ونشوف اللفظ ده الشراح أو المصنفين في كتب الغريب قالوا معناه إيه. فلما لم يرجع مباشرة إلى القاموس كلسان العرب، لسان العرب أو القاموس بيذكر كل ما في اللغة أو معظم ما في اللغة،
أما كتب الغريب فتقتصر على الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي فقط. وهي أكيد موجودة في القاموس. وهي موجودة في القاموس. يعني القاموس هيبقى أوسع. فبدل ما تدور في 10 مجلدات تدور في مجلدين أو 3، أنه أسهل. أسهل إنك تدور في مجلدين أو 3. دي حاجة. الحاجة الثانية إن في كتب غريب الحديث بيذكر من الفوائد والزوائد ما لا يذكره أصحاب القاموس، زي ابن الأثير مثلا وغيره، بيذكروا فوائد ممكن ما تجدهاش في القاموس نفسه. ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، طبعا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام اسمه غريب الحديث، قعد يؤلف فيه 40 سنة بيألف في كتاب غريب الحديث ده اللي هو عنه، وهو غير مرتب، يعني ما فيش ترتيب كده معين هو مشي عليه، لا ده هو أي حديث بيقابله في كلمة غريبة يروح شرح اللي هي الكلمة الغريبة، ويجي بعدين الحديث اللي بعده وهكذا من غير ترتيب. وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة، ده من أئمة الحنابلة الكبار، على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. كتاب أبي عبيد الهروي اسمه كتاب الغريبين، هو غريب القرآن وغريب السنة وغريب الحديث، يعني جمع الألفاظ الغريبة في القرآن وفي الحديث وشرحها. وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، يعني اعترض عليه في أشياء وذكر فيه حاجات هو لم يذكرها، استدرك عليه فيها واعترض عليه ورد عليه في أشياء في كتاب اسمه الذيل، كتاب الحافظ أبو موسى المديني اسمه الذيل. وللزمخشري اللي هو المعتزلي صاحب الكشاف كتاب اسمه الفائق في غريب الحديث برضه، حسن الترتيب، وهو كتاب جيد. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية. كتاب ابن الأثير هو أجمع هذه الكتب، وكتابه أسهل الكتب تناولا، يعني تقدر تبحث فيه بسهولة مع إعواز قليل فيه. يعني يعني في بعض الألفاظ كده ممكن تيجي تدور عليه فيها ما تلاقيهاش، وهذه قليلة. أم جيب أمين الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى جاب كتاب النهاية لابن الأثير واختصره وزاد عليه فوائد كثيرة، سماه الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير، ويعتبر هو ده أجمع الكتب الموجودة الآن للحافظ السيوطي. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، طبعا الحاجات دي عشان ما تنسوهاش وعشان تبقى حاضرة في ذهنكم دائما لازم تتدربوا وتتمرنوا عليه، يعني كده تأتي إلى حديث انت حافظه مثلا وفي كلمة انت مش عارفها، تقوم تجيب كتاب ابن الأثير وتقعد تدور فيه على معنى هذه اللفظ وتدرب نفسك على هذه العملية،
حتى لا تنسى بعد ذلك. يعني ممكن لو أنت إيه ما عملتش هذه العملية وجينا مثلا بعد 5 سنين 10 سنين واحد جاب قدامه لفظة من ألفاظ الحديث وهو لا يعرف معناه، هيعمل زي ما الشيخ خير كده، هيروح جايب القاموس ويقعد يدور وممكن ما يلاقيهاش في القاموس مثلا. لكن هو بقى لو مستحضر هذه المعلومة في ذهنه يقول ايه، طب انا اجيب كتاب النهاية لابن الأثير وادور فيه، اجيب كتاب الزمخشري وادور فيه اللي هو الفائق، وايه ويدرب نفسه كده على انه يستعمل هذه الكتب. هذا ليس في الغريب فقط، يعني احنا كل ما بنتكلم على مسألة بنقول وصنف فيها فلان وفلان، فتحاول تدرب نفسك في انك تبحث في هذه الكتب. حتى يعني ولو مرات قليلة، لكن لما هتبحث في هذه الكتب عن هذه المسائل المعينة، كل كتاب حسب المسألة أو المسائل اللي بيتكلم فيها، فيما بعد لو عرض لك أي شيء اسم راوي مش عارفه تروح تدور في كتب المبهمات، اسم لفظ غريب مش عارفه تروح تدور في كتب الغريب، وهكذا هتستحضر هذا بسرعة. ليه؟ لأنك فعلته من قبل. أما إذا لم تفعله ومر عليك الوقت والزمن وجيت احتجت شيء من هذا، مخك هيقف، طب أنا أجيب الموضوع ده منين؟ وتقعد بقى تستنى لما تشوف واحد تسأله شغلان، طب ما أنت خدت الحاجات دي، تدرب نفسك واشتغل كده عشان تبقى الأمور دي سهلة عليك فيما بعد. واضح؟ هتعمله كده؟ إن شاء الله. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، يعني الأول كتب الغريب دي اللفظ مستعمل بقلة ومش واضح معناه، هنا اللفظ مستعمل بكثرة لكن في مدلوله دقة، اللفظ مستعمل كتير بس معناه دقيق، محتاج أعرف معناه بالضبط. احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. زي إيه؟ وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي، مشكل الآثار وشرح مشكل الآثار للطحاوي، وهو أوسع الكتب التي صنفت في هذا في بيان المشكل من الأحاديث. فيذكر مثلا أحاديث ظاهرها التعارض، حديث ظاهره أنه يعارض حديثا آخر، فيجي الإمام الطحاوي يذكر الحديثين ويقول لا الحديثين دول مش متعارضين، الأول معناه كذا والثاني معناه كذا. فتقوم أنت لما تفهم معنى هذا ومعنى هذا تدرك أنه ليس هناك تعارض بين الحديثين. كالطحاوي وأنه هو أوسع هذه الكتب، والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، حتى إن الإمام الشافعي رضي الله عنه ذكر شيئا من هذا في كتاب الأم في شرح بعض الأحاديث التي قد تبدو فيها إشكال أو يبدو فيها تعارض، ذكر شيئا منها في كتاب الأم. ثم الجهالة بالراوي، هننتقل بقى إلى شيء آخر وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. يعني الجهالة بالراوي دي سببها حاجتين،
أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، تكثر صفاته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب. عارفين معنى كل الألفاظ دي ولا مش عارفينها؟ اسم والكنية واللقب والصفة معروفة؟ فيشتهر بشيء منها. يعني هو ليه اسم وكنية ولقب وصفة، وقد يكون له أكثر من اسم وأكثر من كنية وأكثر من لقب، ولكنه بيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. غرض من الأغراض مثلا التدليس، أنا بروي عن شيخ معين وهذا الشيخ فيه ضعف وهو ليه كذا اسم وكذا لقب وبتاع، فأقوم أنا أذكره باللقب أو بالكنية التي لا يعرفه بها أحد. ليه؟ لأنه لو عرفوا هذا الشيخ هم يعرفون أنه ضعيف، فلو عرفوه يبقى كده هيضعفوا الحديث. فهم ويقولوا بقى ده فلان بيروي عن الضعفاء، فهم انا اعمل ايه بقى؟ اروح ذكره بايه؟ بكنيه محدش يعرفه، باسم محدش يعرفه، بلقب محدش يعرفه، وهو كذلك. العشاء بتؤذن؟ فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، زي ما قلنا زي التدليس مثلا، فيظن أنه آخر وما يفتكر واحد تاني ثقة مثلا، فيحصل الجهل بحاله. وأكثر من يفعل ذلك المدلسون زي ما قلنا، وبيسموه تدليس الشيوخ. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وأجاد فيه الخطيب، خطيب البغدادي، حتى هو اسم الكتاب بتاعه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد المصري وهو الأزدي، كتاب الحافظ عبد الغني الأزدي اسمه إيضاح الإشكال، كتاب الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري اسمه إيضاح الإشكال. ثم الصوري، الصوري هذا تلميذ الأزدي ابن سعيد المصري وشيخ الخطيب، شيخ الخطيب البغدادي وتلميذ الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري. ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، هيضرب بقى مثال على الحالة اللي احنا قلناها دي. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، واحد دي كل الكنى دي والأسماء دي، هو واحد فقط. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، يعني اللي ما يعرفش
إن محمد بن السائب بن بشر الكلبي هذا له هذه الأسماء وهذه الكنى، أما يأتي إليه حديث في إسناده مثلا أبو سعيد أو أبو هشام أو حماد بن السائب يظن أنه شخص آخر، وهو في الواقع كل دول لشخص واحد فقط. ومثال آخر سالم الراوي عن أبي هريرة، في راوي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن عائشة وعن عثمان اسمه سالم، سالم أبو عبد الله المدني، ده أحد أسماء، وسالم مولى مالك بن أوس، وسالم مولى شداد بن الهاد، وسالم مولى دوس، وسالم مولى المهري، وكل دول هم واحد بس. فبرضو اللي ما يعرفش، الذي لا يعرف هيظن ان كل واحد منهم ايه شخصية مستقلة بذاته، بينما هم في الواقع هم شخص واحد. والأمر الثاني يعني هو بيقول في الأول إن سبب الجهالة حاجتين، إن الراوي تكثر نعوته أسماء، الثاني إيه بقى؟ قد يكون مقلا من الحديث، إن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، يعني رواياته قليلة قوي، فلا يكثر الآخذ عنه، أو فلا يكثر الأخذ عنه. يعني الناس اللي هيروا عنه قليلين. وقد صنفوا فيه الوحدان، يعني الذي لم يروى عنه ايه الا واحد، وسموها الوحدان عشان ايه لم يروي عن هذا الراوي الا واحد بس، وهو من لم يروي عنه الا واحد ولو سمي حتى ولو معروف اسمه. واضح؟ حتى يعرف حاله. ما هو اذا كان مقل في الروايه روي حديثين ولا ثلاثه انت هتعرف حاله منين؟ فعادة لا يعرف حاله، مقل في الرواية جدا. هو الأئمة دول بيبقى يعني بنعرف أحوالهم منين؟ من كثرة رواياتهم. يعني إمام له آلاف التلاميذ، فإذا ما ده معرفش ده هيعرف، ده معرفش ده هيعرف، وهكذا. لكن واحد لم يروى عنه إلا واحد، طب هو ده هيعرف حاله منين؟ يمكن هو كان في يعني ساعتها كان كويس، او بيتظاهر قدامه ان هو كويس، ده مش معيار او مقياس. فممن جمعه مسلم، الامام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح الف في هذا المنفردات والوحدان، كتاب اسمه المنفردات والوحدان، جمع فيه الرواه الذي لم يروي عنهم إلا راوي واحد، والحسن بن سفيان، حسن بن سفيان النسوي أو الحسن بن سفيان الفسوي أو الحسن بن سفيان البسوي، أهي الحفظ الحسن بن سفيان أهو ثلاث حاجات أهو، وهو واحد، حسن بن سفيان البسوي والنسوي والفسوي وغيرهما. طيب ايه فائدة معرفة هذا؟ ايه؟ ان احنا نعرف الرجل المجهول ما لم يكن ايه صحابيا، يعني الصحابي لو روى عنه واحد بس مفيش مشكلة، ان الصحابه دول لهم ايه موضوع خاص كده بيهم، ان هم كلهم عدول،
ليه؟ لرؤيتهم ومشاهدتهم واتصالهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن غيرهم حتى التابعين، إذا كان التابعي مجهولا فهذا من أسباب الطعن في الإسناد وسبب من أسباب ضعف الحديث. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان ونحو ذلك. طبعا ده إيه؟ بيبقى في الإسناد، لكن المبهم ده بقى لما يأتي في المتن فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه ما يذكر شيء ويقول إيه، فقال رجل إن لم اذخر يا رسول الله، فهذا الرجل يعني وجوده في إبهامه في المتن لا يضر به. ليه؟ لأنه هو صحابي شايف النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمه. ممكن نعرفه في رواية أخرى، يأتي في رواية أخرى منصوص على اسمه، وممكن لا يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فبيقول إيه؟ فالراوي بيقول الصحابي فقام رجل فقال يا رسول الله كذا وكذا، وإحنا مش عارفين من الرجل ده، فهل هذا يضر في كونه مبهما؟ لا يضر. ليه؟ لأنه معدود في الصحابة، والصحابة كلهم عدول. وبعد ذلك سيتكلم الحافظ عن الأساليب التي نستطيع أن نعرف بها اسم المبهم، وهذا بقى نرجعه إلى المحاضرة التالية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال؟ مفيش أسئلة؟ كلكم فاهمين يعني؟ طب كويس. كنت أنت لا تدري على وجه الدقة ما هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم تحريا، حتى يعني رجاء منك أن تخرج من الإثم أن تقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تتخذها يعني بقى ديدنا لك، أي لا تتخذها عادة، تقول إيه ما أنا أقول الحديث بالمعنى وفي الآخر أقول إيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يحدث في حالة أو اثنين، وإحنا قلنا برضو إيه إن هذا يكون للعالم، يكون للعالم. أي سؤال آخر؟ وعدم ورود الأسئلة يعني أحد شيئين، إن كلكم فاهمين أو كلكم مش فاهمين، وأرجو أن تكون الأولى يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نصلي العشاء، دي لسه سخنة.